مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة بني ملال. مرحبا بمتابعينا أينما كنتم، داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. لا تختي اسمحوا لي نصوب هذا ستابيليزاتور. اسمحوا لي نصوب ستابيليزاتور. اذا مشاهدينا كنجدد الترحاب بكم مشاهدينا في هذا المباشر من مدينه بني ملال، وحنا مع واحد الام اللي كتصارع السرطان، كتالم يوم بعد يوم، تناشد القلوب الطيبه القلوب الرحيمه. قالت عاونوني الناس في البدايه، درت بزاف ديال الحوايج يعني، ولكن المرض يعني غادي وتيتزاد، ومحتاجه دابا يعني سكانير، والطبيبه طالبه ليا باش دير سكانير، محتاجه دواء، محتاجه بزاف ديال الحوايج، لي ريم كذلك. فالله غالب وربي سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني كتسناها، خاصها دير العمليه. ولكن قبل العمليه راكم عارفين خوتي، خاص تشخيص، وخاص باش يكون تشخيص خاص يتدار سكانير، خاص يتداروا لي ريم، خاص بزاف ديال الحوايج. هادشي كامل خوتي ما عندها باش ديروا، خليوكم معنا تسمعوا منها غير لي تذكير خوتي. فهاد الام عندها غير جوج ديال البنات، الكبيره فيهم واخا باقا صغيره راها مزوجه، غادي تقول الكلمه ديالها حتى هي، ولكن ما غاديش تبان. الظروف راكم عارفين يعني، كتبقى دابا يعني زوجه، ولكن ربي اللي عالم بها. تتشوف الام ديالها وقلبها كيتقطع، وقالت لك ما صدت لها جهد، شنو ندير شنو ندير يعني، مزوجه ماشي تنقول نخرج ندمر نخدم، شنو غندير على قبل مهمتي. فها هي اليوم لا الام ولا البنت كيناشدوكم خوتي، شوفوا من الحاله ديالها، تعاونوها وتوقفوا معها وتطلبوا لها الشفاء يا رب. مهمتي مرحبا بك، انت لا تحكي لنا على المرض ديالك والمعاناه ديالك. تفضل. يا المرض كيتسلل علي باش انا كنعاني به، عاوني الخوت، عاوني جيراني وكاملي، وكيخلي هذاك بنك الغالب الله راجلي مهدوس باش يعاوني تدير على الكروسه، وانا دروك تنتألم بهذا المرض انتم تشوفوا. راه لها مثلا كاين عندك امي السرطان؟ كان عندي هنا، كان عندك تما؟ كان عندي هنا، ودروك هو تحول لي قال لهنا. نخليك امي الوجه ديالك، نخليه كل شيء هو، نخليه وجهي كامل. الحمد لله الحمد لله، ومطلقه للريه، عاود دازلك للريه وجهي. الحمد لله اللهم لك الحمد، ولا تنطم الله بمصير يعاونوا لك. رانا عاونوا لي الجيران وسميتو، رانا ما عديش باش نكمل دروك، راه خرجت لي جوج سكانيرات ما عديش باش نديرهم، عطاتني باش ندير تحليليه من هنا، عطاتني باش نصيفطهم لبرا، رانا ما عديش باش نديرهم. بغالب الله تنطلب من الله بمصير اللي يعاونوني، هادشي هو تنطلب منهم. باش امنتي كتعيشي النهار والليل، واش كاين الالم؟ كاين الالم بزاف، غطي الالم غطي، راه تنموت ليل ونهار، تنموت ليل ونهار، غطي تنموت ليل ونهار. الالم غطي فيا، راه راسي باغي يطير، انا ما تنشتيش ما تنعش. والحمد لله الحمد لله والشكر لله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك عليك امنتي، بارك عليك، بارك عليك امي. ما غنعيوكش لان الحاله ديالك ما كتقدرش تهضر بزاف. الله يا ربي ديك الدمعه اللي نزلت قداش، يلا خوتي هاد الالم تقدر تكون انت سبب في التخفيف من هاد الالم اللي كتعاني منه في الصمت يا رب. اذا كما قلت لكم خوتي، معنا بنتها باقا صغيره حتى هي، ومزوجه وبوليداتها، بغات تقول الكلمه ديالها حتى هي، ولكن بلا ما تبان احتراما لحياتها الشخصيه. ولكن قالت لك ما لقينا حتى شي حل من غير اننا نشدوا القلوب الرحيمه يتعاونوا معنا ويشوفوا من حال امي. تفضلي اختي. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. هذه الوالده ديالي مريضه بالسرطان ديال الراس والعنق والريه، كنشدوكم باش تعاونونا. الله يرحم الوالدين، هي في امس الحاجه ليكم، تعاونوها. الله يرحم الوالدين، راها كاريه والظروف راكم عارفين، مع الجائحه والسكانيرات وليريم وبزاف د الحوايج. الله يرحم الوالدين. دابا اختي شنو مطلوب ليها؟ مطلوب ليها ليريم وسكانير وسميتو تفتح من ورا الودن. من ورا الودن؟ اه.
يعني تيكونوا ادويات يكون هادشي كامل تيكونوا الادويه ما خلينا ما شرينا والناس عاونونا حقا جينا انا داكشي اللي قدو عليه راهم عاونوا ولينا راكم عارفين عاونوا بعدا في ديك البدايه في الاول باش الاول المرض ولينا ساكن حتى هما داكشي اللي قدو عليه راه اللي قدو عليه عطاوه ودابا راه ما بقاوش قدو انت هما نساك الله يحسن العون كون لا الله يحسن العون والله يرحم الوالدينكم عاونوها شوفوا من حالها الوالد باقي في الحياه ولينا راه غير كيخدمه في الكروسه ما عندوش وراكم عارفين هاد الظروف وهذا الشيء كامل الله يرحم الوالدين الكروسه تبيع فيها شي حاجه ولا حمام لا تبيع فيها كل مره يعني واشنو اللي قسم الله والله يرحم الوالدين شوفوا من حالته الله يرحم الوالدين وهذا الشيء اللي كنطالب وشكرا العفو حبيبتي والله يشوف من حالها ويشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض وكل مصاب يا رب فها هي اليوم تناشدكم من مدينة بني ملال معاناة يعني معاناة حقيقية مع المرض تسارع مرض السرطان الألم ليل ونهار لاحظتوا معنا يعني حتى العينين ديالها مسكينة كيفاش تنفخوا المرض يعني السرطان بدا في الراس انتقل لها العنق انتقل لها الرئة فالآن يعني واقفة على أنها دير عملية ولكن قبل العملية خاص دير سكانر دير لي ريمو وهادشي كامل ما عندهاش بالنسبه للخوت والاخوان والجيران كاع اللي وقفوا معاها في بدايه المرض ديالها باش قدرت انها تشخص الحاله ديالها وتعرف المرض ديالها تنقول لهم الله يجازيكم بالف خير يا رب في هذا العواشر وفي هذا اليوم المبارك يا رب يوم الجمعه طب الله سبحانه وتعالى يحميكم من كل اذى ومن كل شر وكاع الناس اللي بارطاجوا هذا المباشر ويساعدوا باللي قسم الله ما تجاهلوش هذه الحاله والله حاله تدمي القلوب والله حاله محتاجه لكم وفي امس الحاجه للقلوب الرحيمه والقلوب الطيبه والمحسنين فبارطاجوا خوتي وان شاء الله اجركم عند الله اللي ساهم بشي حاجه الله يجازيه بخير اذا نحاول انني نعاود نذكركم برقم الهاتف ديال ديالها اللي بغى يتواصل معها اللي بغى تصور ليه في الواتساب هاد الوراق ديال الطبيب وهذا الشيء اللي كتبوا ليها باش انها دير سكانير ودير لي ريم تصور لكم في الواتساب رقم الهاتف 06 76 68 71 76. اعيد الرقم 06 76 68 71. هذا رقم الهاتف مشاهدي قناه شوف تيفي. الى هنا مشاهدينا تنقول لكم دمتم في رعايه الله الى اللقاء.